بعد أن جابوا قطاع غزة جنوباً وغرباً وشمالاً بحثاً عن الأمان ولم يجدوه، حمل النازحون الفلسطينيون ما بقي من أمتعتهم وبقايا طعامهم وتوجهوا وسط القصف إلى ما يسمى بالمناطق الإنسانية. مذبحة تلو أخرى ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي صنفها أنها مناطق آمنة كما ادعى، والتي كان آخرها استهداف تجمع لخيام النازحين يتكون من 20 خيمة على الأقل مأهولة بالنازحين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. الدفاع المدني الفلسطيني وصف مجزرة المواصي بأنها واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال إن هناك عائلات بأكملها اختفت في المجزرة بين الرمال بعد أن خلف القصف حفراً بعمق 9 أمتار وأحدث دماراً هائلاً. عملية الإنقاذ والبحث ما زالت مستمرة. مجازر دموية متعاقبة في مناطق تسمى بالآمنة في غزة نسفت ادعاءات الاحتلال كافة بشأن المناطق الإنسانية التي حاول خداع العالم بها لتجميل صورته في سبيل غض الطرف عن الجرائم والمجازر الإسرائيلية ضد فلسطيني القطاع الذين يتعرضون لعملية إذلال ممنهجة غير مسبوقة في منطقة ليس بها أدنى مقومات الحياة أو البنى التحتية القادرة على استيعابهم.